تواصل وزارة التعليم استعداداتها للعام الدراسي المقبل والتي تشمل ترحيل الكتب المدرسية وإعداد خطة التحول إلى المناهج الرقمية. وبدأت الوزارة في ترحيل 71 مليون كتاب مدرسي لإدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، بواقع أكثر من 28 مليون كتاب مدرسي للمرحلة الابتدائية و14 مليون كتاب للمرحلة المتوسطة و26 مليون كتاب للمرحلة الثانوية، بالإضافة إلى 187 ألف كتاب لمدارس تحفيظ القرآن الكريم. وأشارت الوزارة إلى جهودها المستمرة للتحول إلى المناهج الرقمية واستبدال الكتب الورقية بالأجهزة الذكية مع الوقت، وذلك وفق خطة مرحلية تبدأ من العام الدراسي المقبل.